كانت هذه يقولوا صارت في وهران. وهران سونتروفيل، مش عارف سونتروفيل تاع وهران اسما. المهم كان واحد السيد ساكن في وهران في قلبها، راك عارف، في جوجل ايرث. في جوجل ايرث كون دير سونتروفيل تاع وهران يسقسيه جوجل ايرث، يقول لك ما تقوليش وين يسكن قويدر تاع وهران. راك عارف ساكن ثم المخلوق. قلت الشي تسكن معاه كارين دار وحده، وقلت الشي الفقر قاعد معد الباب. تعرف كي يجي خارج الصباح اول واحد يتلاقى معاه الفقر. خير الفقر كي الصباح خير قويد الورشة. تعرف هو ينوض يجي في القهوي من عاد الفقر. عندك وشين هي جيران حالنا عليه ربي. جيرانه وكل لهانيا لهانيا صح لباس عليه. تعرف عندهم الكراج قام تاع القفلة ذاك. قد تقمز الكراج هذاك يطلع تلقى بيت المرسيدس وكل. علاه جاو من الكبيرة للصغيرة لتوام اثنين الآه هذوك. يطلع الكراج الآخر تلقى الأخواتات نتاع الفولكسفاجن قرقول. يطلع أنت اللي من هي اللي زقاق ضيق تلقى بيت البيام علاه طاح. تلحق عاد تقويدر تلقى البولكاز في الداخل نتاع زقاق. يا البولكاز هم اللي خير منهم في وهران، هم يعقبوا من حاشية. البولكاز قراك تعرف ما يدخلوا لا في مصروف لا في عيا لا من جاي لا من رايح. هيا المهم وطلعوا في أصحابه الحق ما سمحوش فيه. عاد وين تخرج المرسيدس عبد القاره طالع من قدام. وش نهيبه ما يبهدلهمش شويه كساو. خبطوا له وحده لاكوست تريكو لاكوست ولاريني. ومن بكري عبد القاره ماهوش مطبع في اللون. وعاد يظل القاره طالع من قدام مخرج ساعه تاع 40 دكتور نيلو وبدل في القناه. ويشنف نقول لك حاجه يضرب بالكف في ستاسيون مو هذيك في سيركيلات. اجبد اجبد روحك انت كش تشوف في الكروسه حق هذا راه يجي حرس مول شي هذا اللي تقرك مني. المعلم ياسر سينيالينو سينيالينو دروك يا يرجع لنا في بارشون. قول والله شو بارشون انت كش مكاسر حق غبر وتشبه. راك عارف السيد من قوه الشر ذاك ومن قوه الفقر تريكو ذاك ملي شراوه له 3 سنين ما نحوش. قال لك راك عارف لاكوست اللي في تريكو ذاك تروح. تعرف واحد النهار راحوا للحمام تفرقوا خزر تريكو لقاه بلا لاكوست. نهار اللي خزر لقى لاكوست رايح قلت له وين؟ قال له المعلم رايح ندوش. 3 سنين هذا تريكو ما يتغسل الماء حيا ما يتنشر الماء رايح معفف حق اخذ وعيد نعيدو في زوج. يا سيدي نحني قال له ريحه الطواب وكذا راك تدني بيه دوش. شريتني خلاص مي عمي قال له راه قاد دور المرسيدس راك دا يدوش خطرتي في النهار. قال له انت راك خلاص راك درت لي اللحيه شبيه ولا يلبس في الفينا تعرفوا الفينا. قلت لك السيد جايبها قايد دلل هذه مرسيدس هذه بيام الواي واي اللاي لاي تاي تاي اها ها ما وشاك رايحين لربع انجو نهار الخميس. قال حالي ماتريال الخشين لان عندك عنده مشكل واحد مشكله انه كي يحب يخرج كارت والله يقضي صالحه ما كانش لي يدير. سي انت شاري كاروسا بمليار وتزيد يقدش عليك انت تقضي صوالحك. عاد كي يروح لصاحبه من المرسيدس يقول واش هو لا غادي نخدمو كواغطو الاخر يقتو قبل واه 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 الله واه واه غادي نشاور واه روح انت في الكار غادي تروح في الكار وغادي نتلاقاو بعد في الموسيقى. ايه انت عبيت تخدمك وقتك روح نافيكي زمان. المهم اللي يقولها له ما يديرش. قال لك يسمى جماعة جايبينها قلب بسط الضحك. لا لا والكار ما طاقش الكار في وهران. نقول لك حاجه تطلع هنا ويحطوا لك راك على الطابلو تعرفش روحك كاع وراك مجمول هنايا. من بعد يتقدم لك واحد بكراعك يروح لك واحد بكبدك كاع منه يفزبيها انت قا افونس يزيد شويه تروح هاك تهبط هاك نورمال تهبط البلديه وقف كيما خدم لي تعريف. هاي السيد قال لك يا ودي ما فيهاش انا خلاص انا ندير كروستي وحدي. ليك تديكتونا بالطحين هذا انا والله انا قاعد ماتريال ناكل قاعد حكمت الكرينه وراح نسيب لي البولكاز راه عازو في دار. نروح للسوق نروح للسوق انا نجيبها من تالي نجيبها في السوق وجي داخل السوق تاع واحد. قال
المرسيدس قالوا قلابة، البيام قال لك ليزانجيكتور ما همش ناجحين وكذا، فورس فاجن قال لك ماهيش مدروسة في سيس بونسيون وكذا، سكودا قال لك شريتها الألمان ودارت فيها الشيعة، خدمنا هالجزيرية قال لنا حاجة تزير كاع ما نشريهاش، لقى كاروست لقى إيركات، إيركات نوار الفول قوز قزح فيها 32 لون، الجرين الحامق الفونسي المنقر الأشهب، هذيك الإيركات من قوة الرشاوة هذيك تعرف ماهيش مسودية مخيطة من 2013 تحسها بالو مربعات قفلات في الباص، الباص ما كانش كاينين قفلات، إذا عدت مطول فيكم وتعقد إذا عدت هابط قاهنا قدام دخل القفلات من بعد نحى هاك الإيركات، تعرف الإيركات هذيك شراها بربعة ونص زوج ملايين ونص 11 سنة خدام في الشبكة داسها عنده العام يدس فيه 100,000 واحد السيد هو اللي شاف له معرفة يسرق عليه في 100 ثاني في العام هات 100 عام عنده الجيزية كاع هات له 100 يقطع عليه طريق المهم لقات زوج ونص زوج الاخرين عدوا مو ورثة خاتم من الحضارة العثمانية الأولى كاع تاع بايزيد آغا باشا بن طيب آغا بن أحمد سعيد آغا بيت آغا لولو كاع راك عارف هذاك الخاتم فيه لادريسان تاع اسطنبول الكل ذاك الخاتم وحده كان يفوق له أردوغان يقول لها أعطيه لي ونعطيه لك اسطنبول الكل وربع عالميس وخمسة مهند وزوج عالم دار بالقش نتاعهم بالمدريد وكان هذيك موتوات راك عارف العزوج المخلوقة دمرها فيها عزاها في ذاك الخاتم قبلها عليه خيش هيلي باعوا بزوج جاب به ليركات جاب به ليركات هذيك ليركات عجبتو في زوج حوايج فيها الموسيقى مركب لها جيام مونطاربو راك عارف يهز من الارض هذيك ليركات كون قد تنوضها وتقفل عليها تدخل للدار وتجي تنسى الموسيقى كي تجي تلقى ليركات دير عاد كي يديها في كورتاج في نص الكورتاج تجبد الحزام ديك ليركات وتجي رايحه تحزم ترى انا البر ديك في الكراج فيها قلت لك الموسيقى كارثه موسيقى تفتل عليها القمح القمح تصفيها عليها وفيها ضوء كزينو بي كزينو تعرف مش داير لها الوام داير لها سوداي شايف ضوء تاع سوداي ذاك نهار اللي روس القفلي ماسي سوداي الخيوط في بعض نهار اللي يكمل الفار يهبطو ويطلع سوداي واحدة المهم الضوء ذاك يشلفك ضوء ذاك وان تحمل فيه فلاش خاطرتين فرمادة ميكوسيب ما عندكش حل اخر ولا كل هذو زوج حوايج اللي شرع عليهم ليركات وجابها وبدا يدور راكم شايفين ليركات بيبان بالقفلات والكروات هاكوها تحسها بيفي راك عارف طلع فيها خالته بدا تجيب له باروك خدمت له ليها ناب خوات في الحاشيه درت له فيها كتب قالت له هذه تشبه المكتبه نتاعي على جال الكروات والفيتاس ما نحكي لكش حاجه ولومبرياج بلا غوش ولا دروات يرص به لا دروات ومن بعد يضربها هاك ومن بعد لازمو يفانتيها بالفراما باش كاش ما ديسكو بلاطو تفرق بيهم فيها هون برومية راك عارف لازم 70 حيلة للبروميير ذاك بروميير لازم قالب أمام فيها واحد يضرب بالبارود ثاني اللي يركب يا راوي يا شريان يا ابو هاتم يا وقال يا راعي رفست لك فيدي قلت لك ليركات هذيك فيها الضوء لا أراك الله أي جاب ليركات هذيك وعشا يدور بها والموسيقى وما يخصهاش بفاضل تعرف نهار اللي هبطها الوهران وهران قاعد تسقل هذا العجابة هذي وش اللي قدرة ربي راك عارف جا عقب الشارع تاع العربي بالمهيدي هبطيها قال له صح أنا رجل بصح هذي والله ما تفوتني وعاو طلع في البلاك يا اخويا راه الخيط ما يلحقش
يا خويا قال لك في خاطر فاتح كحالي، في خاطر العريس، في خاطر المعارض، كل المدار كيما دار، ويعطيكم الصحة وهذه نديرها أنا. اجعلها دايما. وسويفو. اللي بعده. أخويا ها حق. ارحم والديك. قلت لك. المدار كيما دار، قلت لك الاركات هذيك مع شي قايده ودار سعيد موسيقى لهانيه كذا. عندك وشني المشكل صرالو؟ قربهم عرس، قربهم عرس، والعزوج هذيك حلتها المخلوقه، حليتها بالخاتم، قد تلبس فيه العزوج فتحت الصندوق الازرق معناها الخاتم. قال لك الطفل يا ودي انا دركا ولفت المراكب ولفت متريالي في كراجي ومفتاحي في جيبي وباه نرجع للترونسبور انا هذي، كاع ما نرجعش، لازمني العزوج نطلعها معايا في الاركات، نضرب بها دورة زينة، ونهار اللي تشبع مدوار العزوج نسقسيها، قال لها واش هما الخاتم خير ولا المتريال؟ قال لك هاي الرسمي تقول لي المتريال خير يا ابني. كيما كان الحال، مهمته قاعدة في الحوش وقالت سخانة وضيقت الروح وصيف صيف، قال لها ما واش غادي نهبطو نشاورو العيون؟ قالت والله ربح. طلع معهم ميمتو، وميمتو المخلوقة أول مرة تجرب زوج حركات مع بعضها، مو موالفة، يا قاعدة وحابسة يا واقفة وتمشي، به قاعدة وتمشي هذه قاع ما جربتهاش، أول مرة تجربها في ليركا، موالفة تروح هاكل البحر، هاكل البطاطا حاطتها عد واحد والخبز من هي والقزوز بين كرعيها، نهارها طلعها بنها وقاعدة، حايك مرمز زيق ليا وزيق ليك، والحجار وفتحت الكارو هذاك والدونتيل، واول ما نوضها الطفل باش يحشر البروميير كيما قلنا، الاولى اللي قالتها له العزوج شني؟ ابني انا عربي صراحه عرفت حسبوا يبط فيها. يا ابني ما تضربش مال العكون، راه ما حديده وما عندهاش الوالي. قال لها ما راه البروميير برك كروستو فيها، قال البروميير فيها الطابلو 140 الحق بصح قضال ذيك 140 وراح ذاك الوقت، عاد تجيب 20 كثرة بروميير راك عارف يفز بها ويقصد لها قبل بلايص الواطي هذيك والحدرة وزيد لها قال القنا بارك لها على القنا مزهيها قنا عزوج طالعة وقها باش تعاود حدرة ايه صحيح عقبه يقول له عقبه اللي دايره كيما هاي الحواس خلاص عليك بلا ما نضر. قلت لك ست حدرات وقيا راحك. قلت لك العزوج هذيك طلعها وقال يعقب لها في البروميرات، وين تقول له زيد شويه يدير بروميير، وين تقول له زيد شويه قال زيد زوج بروميير، لا لا زيد اكسيري لي دير ثلاثه بروميير، لا لا زيد اكسيري لي دير سته، المهم ماكسيموم 20 لافيتاس، ويطلقها بها في الحدره والعزوج ماهيش مصدقه كاع، والموسيقى زايده والسيركيلاسي وذا والعزوج فارحه وتزقرت واه دوبله دوبله واه نيشان نيشان سيد مقاري كاع عقبوا عليه واه راك تشوف لافيتاسا واه اللي عينه في لافيتاس يشري ايرك ها ودايره الاغنيه هذيك نتاع الواي واي والعزوج تغني وين قطع حاكي وعلى الايركا واي 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 ونروحو نحويسو احنا بيركات راك عارف النهار اللي لحقها العيون العزوج الفرحه لو يديرها ونفخه روحها حتى لا لفلن والدور في البحر قاع لها مشاطه صباح ودايرها واحنا جينا في الايركات واه اللي عينه يروح للبحر يروح في ايركاته واه اللي ما عنده شلوط وما يقدهش قاع يروح للبحر انتو فهجيتو ومشي سقحه اي نور انتو فهجيتو في الكار ومن بعد صدت البنها قالت له عبد القاه هنا الغمه هنا كاع فقاره جايين في الكار يا الله هنا تاع طوال قال لك والله قد تستاهل المهم تديها لي زندلس حقا قال حدره المهم يقصد في الحدره قلت لك سي وين كاينه الحدره تقول له تم راسك يقول فيها الحدره ولا ما فيهاش فيها يلا تقول له شوف قاري لي هنايا الى عاد عقبه ما يصدش ليه
اي المهم زاد عقب مولي زندلوس مو قلت لكم قفزه قاعدين ندور في البحر واه الاسبان هنا جايين تحسب العالم كل ورا بعضه وليركات تدي كلش مع ولا تروح فيها الحج العام جاي اي المهم نار اللي كملوا كذا قال لهم ما راح المغرب يلا نرجعوا يقول لك باه نطر لها الخاتم طلع امه يمتهم راح يدير في الرومبو تاع لي زندلوس اللي شايف هذيك باش يولي له طلع امه يمتهم نوض كروس تبدا الرابعه بروميير ويفز قدر ما دار مع الرومبو ديك وصدها وتقابلوا العقبه لاكسيراتور الاولى اللي كان ديك تشهد وركضت راك عارف الرونو اللي كان في الطابلو تمسرت قبل شويه وفحش راح يدير في الصطوب الواحد اخر واحد ميغان قال له راني جيتك افتح عاود ضرب ديمارور الكروسه لعبتها ميته كاع ديمارور لعبها خاطي ما توصلنيش قال يا بنا انا منظري اكسي لك سالي ولا اكسراتور ذاك نقول لك حاجه ولا له درجه تعلم تطلع وي تكسري لي ما فيهاش ضرب 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 ما كانش قال لك هذا ديفو تاع ميكانيك والمزيه الواحد مكسيان لقى كلها بديفان راح فتح الخنشوش الاصفر تك هاك زريط بوجليدة خرجوا حمام حاس قبره قاع ديفو تاع تريسيتي الرسم عض الكوندساتور وين امورها تضرب واه اضربي واه نضرب واه بالديريكت لا لا بالمستقع والو قالوا ابني ما كانش نيشان واه ديفون تاع غابره في الفلتر زاد ضرب اضربي وين بروميال ولا لور لور ما كانش والو ديفون تاع ديمارور شاربونات حرقوا راك عارف ما دورش الاخرى والو ما كانش قال لكم هذا قاعد هديف واحد هذه الرسمي ديفون تاع ايسونس ويجبد التيول اللي جاي من الريزرفوار الكاربيراتور وقال يجبد فيها 10 رواتل شربهم كروسة ما نضتش هو ناض عندك ديراتي شوي ببارد مع أول يدي مو حيرته ليركات قال لك ليركات ما نخليهاش هنا قال لك ديك ساعة لازمني نرجع للهواري هواري هذا صاحبه جارو مول الماتريال خشن جبت التليفون الو هواري كي داير واه واه حبس واه حبس العيون عيون اش قالوا عيون تركه قالوا لا لا العين عينه لليركات يلا اشرب راح العين وكنت سددها ليركات قول كحا حفيظه ستار قالوا راح العين كي تعقب عليها ليركات تحط يديها في التراب هذا اللي عذبوا ربي اي المدار كيف قال الحال سيد عيط له قال له يا ودي كنت جيت روموركي راك عارف من وهران لي زندلوس على توارك كيما هذيك وبركا نحكي لك توارك بدالة وين تبان يا الخانة ظهر لك حلقة مريرة توارك هذيك راك عارف تاع الهواري في ذاك النهار في ذاك النهار جابها له بابا شراها له بمليار ونص كاقط هذي هي طرد قورة بعضها هذيك توارك ايسونس فيها 24 بيستو بيستو قد بيدون تاع البانتوريس صغير ايسونس راك عارف منا لهنا ايركات والاخرى كاع موتور عارف الطابلو نتاعها فيه يطلع الكتريك بالنوامر كي تشعل تخرج لك تبسيمه قبل من بعد تطلع لك واحد الارقام من بعد نقاط من بعد الى اخره والله اعلم مكتبه بالالمانيا شناختن زواكن جودن ساكن والله عارف الانجنيور اللي خدمها قال لك يا ودي انا راني سييت هذا القائط هذه راه لحقت لي للربع مية من بعد ما لقيتش طريقها من بعد راني خفت منها والله اعلم وانت دابا راسك كيما كان الحال توارق هذه قلت لك قام رايرا راك عارف ينوضها وين رايح العيون راه في العيون استيكا يعمل قهر عنبه راه في عنب تمرست قرده
جاية فيرا جاية تاع حراتها جوي. يستنى فيه سيد مالها واه العيون قرا عنده. واش قلت لي كوبي كوبي واش لي واه هذا المتريال هذه الراحة هذا اللي عينو يتنفس شوالا قالوا لي ركات ايه ما شوالاش دورها ورجع له مشارير فيها واحد القجر لي ركات هذاك راك عارف كي تفتحوا تلقى مفاتح كاع فورس فاغن تلقى كور دي فورس فاغن كروشي فورس فاغن بولونا 14 فورس فاغن مفتاح 14 بيب فورس فاغن والكروشيات فورس فاغن وبريكا فورس فاغن بالك كنت تطول في كاش واحد دات روموركي تنفع لك في كارو تطلب بريكا ما تلقاهاش هنا دايرين هالك في الكابس مقر فورس فاغن تجي عاقب تلقى معروف عرضه ما مش دايرين مقر واش بتقول رجع على مالو سكر ها مازال قا كالصو فورس فاغن مش دايرين وبان تبان عند واحد تجي بتكالصو قبل ما يفتح الكروسه ويمدهم عندهم الكليم والعظم قلت لك قرا له سيد جبد الكروشيه تاعو جبد اموراته وكاع لصقهم في لاطلاج نتاع تاع التوارق هذيك راح شاف في الطابلو قالت له سي بون راني مربوطه راح باش يركبها في الاركاد القديمه راك عارف وين يحط يلصق وهو لازم يسيب يشوف جاب كيف داير راك عارف وين يلصق ويش بدير تقطع ميتيلاندر تقطع تعرف كي دي باردوري لا ادري شي حاجه غاد مسي يقول لك اني عندك نزيد نربط هنا تقطع قال لك نربطها في الروضه بالك كارد امتينا لسه راح يربطها في الروضه نسمع في اللقي ليركات ما يشتتش قال لك نربطها في الموتور متير بالك في الموتور متين دا يربط في الموتور يسمع ها نلعبوها ها ناحيدك ما لقاش حل كاع الحل الوحيد اللي داروا انه يقمطها قعد كاع هذاك من تورق وحطها هنا وبدا نهار اللي كمل كاع ودارنا كاع تضربوه لا والله يا طلع اللي دقنا والله ما يعرفش يقمط يا وليدي كي حضروا الصوتي أعطونا تشفيق على البارديا وعلى العريس وجماعة كل قلت لك قمط هذيك الياركات وكحلها وحبها وحطها وطلع السيد الأمو ودي مرة السيد دار له مقنية شوية ماهيش نتاع زهو بها تاع سونتيمونتال دار لها تاع سعد المجرد تاع انتي انتي صح يا ابوي تقولوا ما يعرفوش سيد والله يا واحد الحافظ يا طير درك يقني هيا قلت لك ودي مرة التوارق هذيك دي مرة تليركات وراها سيد مشى 16 17 18 غير 20 كيلومتر في ساعة وشعلوا السينيال من لور سيد سودالو توارق من لور فرينا ساكا فاطي اه شوالا قالوا اه صاحبي لا فيتاس ها مالك شي بنية طالعة غادي تقتلها واه انا مشي 20 وما مشي لها 15 قالوا 15 خلاص قالوا ايه 15 تكفي ها هارون عليا هيا المهم قلت لك قال له لا فيتاس ما بيناش قال له العزوج وراه سينيال وكذا منا كيما كان الحال سيد عاود طلع في كروستو وجبد لها الميكرو تاعها وبدا يا ودي سيد راها معاها مو وما تحشمناش ومسحيها في وجهي وكبرها في بالك هذاك اللي كان ورانا نهار نزي عرس نهار نزي عطوز نهار كذا نمشي ناقع 20 رون فلات توارك مو ديت وشحال عليها كاع توارك راك دي مرة بيه 20 سيد عنده 10,000 في التليفون الوهراني ذاك الهواري سكر كاروه وزاد شوية الموسيقى واكتيفا 10,000 وقال لك هذيك رانا 20 دقيقة من نحوش الوهران بالك والله حتى أكثر نهضر مع جماعة في تليفون أصحابه نيجا نيجا
والنقر الاولي هاي المهم شوق لي واحد 10 دقائق ولا ربع ساعة مرة نجي عاقبة عليه كليو كومبيس رافدها مولاها على القصب يمشي بها 176 كيلومتر في الساعة كعف الهواء اللي كي شافها ناض مفزوع كوبا كاع لاهلو ذاك وجماعته كاع قال لك يسمى انا شريت ورق بمليار ونص باش تجي الذر نتاع الرونو تلعب عليا انا يدولي لي 170 وينط فوق الامبرياج وإذا قبلوا كوكتيل تاع فيتاسات قال ستة بروميير في 17 سن كيام في 12 كاتريام دارها كدير خمسة مع بعضهم واللي ما لحقهمش بكرة ولا بواط قلت لك فيها 32 فيتاس المهم لاحها في 32 يام ويوقف على الاكسيراتور والكروسة ماهيش سونس وماهيش من العاد زين كعرف تطلع بالمية 100 200 300 350 وفي القتني قال لي ركاد نساها السيد هاك اللور تلعب كيكا قطعت عمر تعود بومبي في الارض العزوج من قوة الخلعة ذيك عاد رايحة تبكي ولا تزقر تور وادوبله دوبله ان شاء الله وادوبله اي دوبله كيف كانوا دايرين الأغنية تاع سعد المجرد تاع انتي باغية واحد ولا سعد المجرد يغني انا باغي نهبط وانتم روحوا موتوا انتم معاه راك عارف دوبلا وسيد ذاك 370 ملكم في شاف ذاك الموقف ما امنش تعرف مشى واحد ربع ساعة بهلقى براج ذاك محبس تورد هار لي خزرو تاع البراج لقاو الكومبيس ديك جايه 190 وسيدي يجري على كرعيه 195 وقايل منا قاعد تما نهار لحق شاف براج قالو يا المعلم واش راك داير قالو راني نهضر مع مولد وشايف جدار مكفازه يا الخزر هاك تاع تلاباش كاع مريفا انا نهضر مع متور انا حكم له يمشي 340 يا راجل ما تهدرش مع مولد وارم قالوا عم نهدر اهدر مع مول يركات لاصق فيه ثير ثمية ويسيني هذي دون قطاعة قالوا المعنى من يركات ولا ارفع رحمة على والديك لك عارف البروسي ذاك حاكموا له بصيام شهرين متتاليين لازج دايم ربي المول كذير ومول الكوفيس بدل المول يركات وسلك لي مول توين عنده المعرفة